احسن الله عزاكم، احسن الله عزاكم. ايه الله يغفر له ويرحمه ان شاء الله. اقول يا الاخو سم يا اخويا، هل اللي دفنه هذا منه؟ هذا الله يغفر له ويرحمه ويقال له الشيخ محسن محمد، هذا من اكبر التجار، الله من الدراهم. الله يغفر له ويرحمه. طيب وين بيته؟ تدله ودي علشان نروح نعزيه ونقوم بالواجب. سيف ادله، اقول لك جار لي. شوف اذا بغيت تعرف وين عزاه امش وراي وادلك. توكلنا على الله. يلا مشينا مشينا. لا تمر جيد، احنا زينه. هذا السكر اللي يقولون عنه لا طيب، اوه خلاص. المهم سكري ولا خلاص، شيء ببلاش ربح وبين. يا عم انا متوصلك بالخير، ودي تتكلم عن الموت، تعطينا موعظة وتصبر أهل الميت. سم يا ولدي. حاضر حاضر. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ترى يا أخوان الموت علينا حق، الواحد يلا حسنا الخاتمة، ما يقول إلا يلا حسنا الخاتمة. وبعدين تعرفون الدنيا زوالة و المهم ما حد ميت قبل يومه، هالعشاء وصل. ترى الغدا ان شاء الله باتر عندي، لا احد يتاخر. الحاضر علم الغايب، الله يجزاكم خير. كفو كفو كفو، بيض الله وجهك. بس اسمع يا ابوي، عندي لك مطيب خين ازين من اللي يطبخه عنده الليله، وحتى دوق كرته. أنا ترى شايل كرتو، هو عشان أعزم، لا عشان اللي وده يعزم يلاقي معي الكرت. وبعدين اسمع، توصيه تقول له يخلي اللحم يستوي ويزود المكرونة ويزود الكشنة. إن شاء الله. زين؟ إن شاء الله. يلا وصوا من الليلة، يلا يمديك على باكر. أنتم شو اللي تقعدون هناك؟ تعالوا بو محل المبدا، ترى الضيق بس دور مو بالقدور، تعالوا هنا. يلا. وخر انت شوي، تعال ادخل نهابه. هي يلا 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 ايه يلا حبيبي، ويرحم ميتكم ان شاء الله. بوه عيالنا ايتام وبوهم مساكين ضعيف، تجوز عليه صديقه، بوديه لهم عشان تكسبون اجرهم في ميتكم ان شاء الله. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. انا عبيد، جاركم الجديد. نعم يا اخوي انا تركي. يا هلا والله، أمي تبي من عندكم بصل وشاي. بصل وشاي؟ وش ذا الخلطة اللي مال أمها داعي، خلطة بثارة ذي؟ وبعدين يا أخي ترى الحركات ذي قديمة، بطلوها من زمان مرة، حركات خايسة بصراحة. يا أخي شو نسوي يا أخي؟ تونا ساكنين جديدين، إيش فيك أنت؟ بطلخنا فاضي والله. حتى حنا فاضي. طيب خلاص ما عندك شكك، ما عندك بيالة، عادي بشرب حقك. يا أخي قبل شوي من تحت الشبكة لقيت اسم تركي، شكلها حقتك صح؟ علمني كم الشبكة بسرعة. من 1 لـ6. طيب يا أخي والله طفش، عندك بلاي ستيشن؟ شف عاد، شكلك داخل على طمع. لكن تدري شلون؟ عندي لك مكان كذا، قم ادلف معي. خلي أخذ البيانة. خلها. شف هذه استراحة الشباب، زين؟ ناس فلة وراح يعجبونك وراح يحبونك يموتوا فيك، طيب؟ أنا بروح البقالة بجيب غاض واجي. انزل يا أخوي انزل. أنا الدركسون. أوكي أبلشتني يا شيخ. القم يا ربي يا شيخ. ويا أبو تلاتة يا أبو تلاتة صار الليل، يا أبو تلاتة يا أبو تلاتة يا أبو تلاتة صار الليل يا أبو تلاتة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الاستراحة الثانية يا حبيبي مضيع. لا صديقي تركي نزلني هنا، يقول اخويا يفلوا كذا وراح البقالة شوي بيجي. ترك اخويا هنا. ايه تعال. اوه بلاي ستيشن. اخر ايه ابوك هات جوالك. ابوك البجاحة، هذا نظامك. العب يا شيخ، هذا صفر والله اجيبك. يا ام عبيد. ام عبيد هلا. تعالي. وش
وش ذا؟ وش ذا؟ مفطح لحم. لحم؟ شحم ولحم. بذبتك لحم؟ اي نعم. لين؟ لسه الحال. لين؟ لين كلنا؟ كلنا. شم شم. نادي عيالس. نادي عيالس. يا ويلي يا ويلي يا ويلي يا ويلي. لحم؟ واخيرا ذاك اللحم. نعم. من وين جبته؟ من وين؟ ما له شغل مخصوص لسه. يلا لي انا. نادي. الله لا يخلينا منك. لي انا. ما احتاج، ما اقصر معك. نادي عيالس. يا ويلي قلبي، يا ويلي يا ويلي قلبي. يا عيال، يا عيال تعالوا تعالوا. يا عبيد، عبيد تعالوا. يا ويلي لحم. نعم. ها يا ابو أربعة، لساعة درسك هنا المدرسة. يا حظك، انت احسن واحد. انا ماشي يا عيال. هاي مرقوع اللي بعده يا كشكة. كيف يا كابتن؟ اسمي شوكوش انا. اللي هو ما بلعب معك ماي نفس فقي. انا بلعب معك، انا بلعب معك. يلا يلا. الاحمر ولا الابيض انت؟ اللي هو بهزمك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ما أنا بجايين أتعرف عليك. كل الشقق دفعوا أجارات، أنت وراك. أصبر بكرة يصير خير. وباتر وشوله بينبتن؟ بندبرها من هنا ولا من هنا. زين، أبى أصبر عليك لين باتر. إن ما دفعت أجاري بجدع أفشك بالشارع. أنا ماني بلاقي قروشي بالشارع يا بي. وبعدين أعمل حسابك، ترى الأجار الجاي بزود 5، يعني الشقة بتصير ب30. وش هو له ب30؟ وش هو له؟ أنت ما تشوف كل شيء غلا بالبلد وقفت على أحمد. اسمع، دبر نفسك ولا ولم عفشك أجدعه بالشارع وأجدعك معه، فهم؟ يصير خير. يصير يلا هنقلة بس. قوم ودي للبيت. لا الحين اذا ما رحت بيتكم. لا عاد اخذ الثاني. والله والله لا رجع بكره. خذ خذ، الله يشغلك يا شيخ. خذه والحقنا السياره. يلا 5000. ممتاز. بس اسمع، الشهر الجاي 5500. ليش زياده بابا؟ ليش زيادة بابا؟ الدنيا كلها زادت، وقفت علينا 5500. ولا دور لك كفيل ثاني، فهمت؟ مرقية مرقية مرقية. يلا افتح الباب. طيب. وين؟ طيب طيب. لا إله إلا الله، وراكم ما تفتحون الباب؟ ما تستحون؟ نايمين ليل العصر. ها أنا جارتكم أم عبيد اللي هنا جنبكم. وين أمك؟ عمريني يا خالة. اسكت بس اسكت يا خالة. شكريا شكريا الرفيج. يلا يا عيال مشينا عاد. يلا فين فين نروح يا مدير؟ وين نروح؟ بروح ألقط الأجارات. وين وين بروح؟ إيش هذا أنت؟ سوى سوى حساب، سوى سوى وزورة. جيب 60 ريال. يلا جيب فلوس. جيب فلوس؟ تحلم به. والله ما تشوف إهلله. هالحين أنت بتحاسب كفيلك يا الثور؟ إيش هذا أنت؟ كل يوم يجي أنت هنا كفيل أنا كفيل. أنت 5000 شير كل شهر، إيش فايدة؟ فين روح؟ بخيل أنت واحد. فلا ما في بخيل، اقطع وخس. أقول لك شف، 5000 عشان أنت تعيش هذا بلد. السلام عليكم خالة. يا أهل البيت يا وينكم يا أهل البيت؟ للحين راقدين؟ دخل علينا العصر وانتوا للحين راقدين؟ السلام عليكم، وينكم يا أهل البيت؟ وش هالذهب هذه جت علينا؟ السلام عليكم جارنا، سامحني ترى ما شفتك. أنا جارتكم أم عبيد اللي ساكنة هنا جنبكم، جيت أسلم عليكم. وينكم؟ وين أهلكم؟ ونعم ونعم. أقول استريحي في هذا لما يجول. عامر روح نادم أمك وأختك خلي يشوفون. كثر الله خيرك. يمه
في دابة عندنا هنا في البيت. دابة يلي ما تستحي على وجهك؟ لا أجلدك بسلك السشوار هذا، ألينك به لين تغادي وذهت. يا جماعة الخير، يا جماعة الخير، اذكر الله، اذكر الله صديق. لا أنا بعطيك الحساب. لا كفو. كفو. والباقي خله لك ها؟ شكرا مدير. بعدين اتفاهم معك على الباقي. يلا امشي مشتا. اخذ الله وجهك. يا سلام على اخلاقك، على ذوقك يا خي. ابد ما سوينا شيء يا عم، وابد والجار للجار، بس انت هد اعصابك. الجار للجار. الله الله هي. يا هلا والله. الله يحييك، الله يحييك يا حبيبي. دامك جارنا تكفى. تاخذ عيالي بيدلونك بيتنا ترى حول المسجد. حلو. لو لخديك تجيب المقاضي ذي تكفى ها؟ اي يعني هذا وبعطيك انا الدراهم. خل اشوف المحفظه. يا رفيج ما شفت محفظتي. الله يخزيك يا الشيطان. ناس يا اهبل بيت لا حول ولا قوه الا بالله. خلاص انا جلت جيب ولا اقول لك جبهن وحاسبك بعدين ها. توصل العيال. قوموا يا عيال مع عمكم ترى جار لنا مو بغريب يعني. يلا 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 وبعدين جيب الباجي يا رفيج ترى ماني مخليه. روح يا مدير. علي بابا كبير. وشلونكم؟ شخباركم؟ إن شاء الله زينين طيبين. ترى أنا مجارتكم أم عبيد اللي ساكنة تو هنا جديدة. والله أول ما شفتكم حبيتكم ما شاء الله لا إله إلا الله. بنتك كبيرة وراها للحين ما عرست. توها صغيرة 24 سنة يجيها النصيب إن شاء الله. 24 سنة وللحين ما عرست؟ كبيرة بعدين بيفوتها، بيفوتها قطار العمر. متى بتعرس؟ لا يكون عرجة ولا فيها شيء. لا الحمد لله ما فيني شيء، لاني عرجة ولا شيء، هذا كله ترى نصيب يعني. يعني ما فيك شيء؟ لا لا إله إلا الله. أجل خلاص عريسك عندي. إيه عريسك عندي. اسمعي أنا عندي ولدي ما شاء الله تبارك الرحمن، طول بعرض بجمال، العيون الأخلاق الأدب، إيه الخجل، يا الجمال اللي عليه كامل كامل لا إله إلا الله والكامل الله ما له وصيف. الحين بتشوفونه. شوفي يا أمه مش ذا. والله وش ذا الغراض؟ طيب تقضى شهر شكله ذا. أيوة أيوة أيوة. أبي يا ولد يا اهل البيت. هلا شو اخبارك؟ ما شاء الله ما شاء الله. وش ذي الاغراض؟ ابوي ما جاب الاغراض مثل كذا. يا عيال دخلوها دخلوها دخلوها. شو اخبارك؟ وش الاستراحه يا شيخ؟ رخن يا شيخ. اركب اركب اركب. لو سمحت لحظة يا بي. هلا. أنا ثاني ماني بواهم، أنت اللي شفتك بالمقبرة وبعزة أبو محسن الله يرحمه وبالأمرية غديتنا، هو أنت؟ إيه أنا اللي غديتكم، أنا الهرش. نعم الهرش. هلا والله وسهلا. وأشوف ما شاء الله ملبقن موترك عند بيت الشيخ محسن الله يرحمه. وش عندك بذا؟ أبشرك تزوجت مرت الشيخ الله يرحمه وامورنا طيبة وصرت جار لك. أبشرك الحين ما شاء الله أشوف معك الموتر الزين، كل عزنت عزم وذبح ذبائح. يعني لا تواخذني يا خيي، ترى بو سؤالني قرقع بقلبي. هالحين أنت شيخ
ولا تاجر ولا وش تبيع ولا وش وضعك انت؟ والله يا ابن حلال انا لا تاجر ولا شيخ، انا طرطنقه على باب الله، شغلتي اروح للمقبره، ولا لقيت اللي متوفين زوجه وتاجر سويتها سواد، عرست عليا وانبسطت، وهذه اموري كلها. اثر ذا شغلك؟ لا بعد وبشرك، عندي ثلاث ارامل كل رجالهن تجار، وانبسطت بحلالهن. سانت خبر لي وحده الرابعه تكفى، والله اني لا اعطيك عموله. عموله تفضخ جبهك يا هرش قريح يا هرش الحمير، لا اتكلم ولا تسلم علي ولا اشوف وجهك. اعوذ بالله اعوذ بالله اعوذ بالله. ويكند الجاي يجي. السلام عليكم. وعليكم السلام. هلا والله. السلام عليكم. عليكم السلام. تقول لي ليه كنت عشيته؟ سر يا فقي. السلام عليكم. عليكم السلام. وش ذا؟ وش هرشة؟ وش هرشة؟ أنا قلت وش ذا؟ أنت وين كنت يا مرة؟ كنت عند معامر. إن شاء الله. هذا لنا؟ هذا كله لكم، كلوهن قبل لا يجي هرشن يلهفهن. إيه خاسي؟ هرشن يبلعك. هرشن يبلعك. أي هرشن يبلعها؟ إحنا اللي بنبلعها. وش بلعها؟ وش وش على هونه لنا كله لكم كله لكم. الله يرحم والديك. الله يرحم والديك. تكفى لفه لفه واحده بس يا اخي. ما تفهم انت؟ لا يعني لا. طيب لا تقاطعنا، تعال استراحه زي اول وكل يوم وكذا، خليك صديقنا عاد. اي كل يوم تعال، واذا تبي اي شيء من تركي، تبي بصل تبي شاهي اي شيء، طق الباب انط لك تركي على طول. لا يا شيخ، اصلا احنا صرنا اغنياء وانتم ما تصلحون لي. يلا مغرو. ون منت ون منت بليز. بصراحه يا معامر الحين خلاص بنتك ما هي من مستوانا. يا ام عبيد فكري في الموضوع، ترى حنا شارين رجال ما نبي مهر. قلت لك يا بنت الحلال خلاص سكر على الموضوع. العبوا يا عيالي، انبسطوا، تمتعوا بحلال ابوكم وهو حي قبل لا يجي هرشن يلهفوا. اركب هديتك.